بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم جميعا إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فاللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا يا رب بالحكمة، واجعلنا يا مولانا من الراشدين فضلا منك ونعمة. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نواصل حديثنا عن موضوع السلسلة نعمة التوفيق. والليلة بهذا المسجد العامر، بمسجد التوبة، نسأل الله مجددا أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة في هذا الشهر المبارك. موضوع أو حلقة اليوم، حلقة الليلة، نعمة التوفيق لصدق التوكل على الله. نعمة التوفيق لصدق التوكل على الله. هذا الأمر أيها الأحبة جزء لا يتجزأ من الإيمان، بل هو على رأس هذا الإيمان بعد الإقرار بالله عز وجل واليقين على الله، وجب التوكل عليه في كل صغيرة وكبيرة. وانطلاقا من نفسي ومن خلال تجربتي المتواضعة، استشعرت على أن الخلل والمرض الذي نعاني منه هو الخلل الحاصل في أمر التوكل على الله. صحيح أن هذه الحياة فيها ما يسر وما يضر، فيها ما يسر وما يضر، فيها ما يبعث على الرخاء وما يجعلك لا قدر الله تعيش في حالة الشقاء. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء الأشقياء، بل يجعلنا دوما وأبدا في الدنيا والآخرة من السعداء. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، ربنا عز وجل تحدث عن موضوع التوكل في غير ما آية. ومن أجمل الآيات، والقرآن كله جميل من رب جميل، والله جميل يحب الجمال، من أجمل الآيات التي يطمئن إليها قلبي الآيات من مطالع سورة الطلاق. يقول الحق سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح أننا أمة القرآن، ولا سيما عندنا هذا الشهر من مسمياته أنه شهر القرآن، ونتقرب إلى الله بهذا القرآن، ونمر على هذه الآية من هذا القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن قل من يقرأها بقلبه وعقله وكل جوارحه، ويتمثلها في جميع أحوال حياته، قل منها. فمن تحقق فيه قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهذا عين نعمة التوفيق، وهو موضوع السلسلة. هذا مرقا من مراقي الإيمان، مرقا من أعظم مراقي الإيمان، أن يصل المؤمن إلى درجة اليقين على الله والثقة في الله على أن توكله على الله يكون حسبا له. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى ذكر هذه الآية الكريمة، وددت أن أقف بحضراتكم وأتلو على مسامعكم آيات وليست آية، لنرى مدى نفاذ أمر الله عز وجل، سواء توكلنا عليه أو لم نتوكل. لكن
الأفضل أن نتوكل على الله. حديث مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآيات ووصيته للغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه، والحديث مشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. المقصود أن الكتاب سابق والعلم أسبق من الكتاب، وهذه من الثنائيات من الأمور القديمة في حق الله عز وجل. قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي العلم مع الكتاب سبق قدم. وهذه فعلا مشكلتي قبل إخواني وأخواتي. فلذلك الآيات الكريمات أقف معها تارة بعد تارة. قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من ها هنا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظروا إلى مصطلح تكرر في سياق هذه الآيات، وتكراره أمر مقصود. أبدأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أي مصطلح تكرر هذا؟ يا من يشتغل بالمصطلحات، أي مصطلح؟ الله جل جلاله. تستوقفني هذه الآيات وكأنها كما قال الإمام الشافعي في حق سورة العصر: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وأقتبس هذه المقولة فأقول: لو تدبرنا هذه الآيات لوسعتنا. أي أن هذه الآيات بمثابة درس بليغ في ترسيخ الإيمان بالله عز وجل وصدق التوكل عليه، وصدق التوكل عليه. أعيد الآيات، وهي نعمة الدرس، نعمة التوجيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في تصورنا يمكن أن تكون العبارة سليمة لو قلنا: ومن يتوكل عليه فهو حسبه، ويكون هذا بمنطق الضمير يعود على ما قبله، والكلام صحيح وسليم. لكن المقصود أن لا يقع التوكل على غير من اتقينا، على غير الله. ولذلك تكرر: ومن يتوكل على الله، حتى لا يلتبس أمر التوكل مع غير الله. ومن يتق الله ذكر الله. والعرب مثل هذا التعبير عندهم من باب الركاكة، التكرار ركاكة، لابد أن يكون الأسلوب بليغا. لكن ها هنا بلاغة هذا الأسلوب، لا يعني بلاغة هذا الأسلوب لها صلة بجانب الإيمان، إذ موضوع الآيات أو قضية الآيات تتعلق بأعظم قضية، وهي قضية التوكل على الله. علما أن الله عز وجل وهو أعلى وأعلم وأحكم، أن الإنسان خلق ضعيفا، وضعفه من جملة ما يتجلى فيه هذا الحال، حال التوكل على الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك
أرجو الله عز وجل أن يلهمنا الرشد والسداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب. ولذلك قال الله عز وجل والله الآن بدأ صدق التوكل على الله فينا كلاما قبل أن ينتقل حالا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، وهي إشارة ربانية. أسأل الله تعالى أن يختم علينا وعليكم بالإيمان والإسلام. أو ما قلت لكم في لحظة المحاضرة أن الواحد منكم بعشرة وزيادة، الواحد منكم في هذا المسجد المبارك بالعشرة وزيادة، وأقولها من قلبي. أسأل الله عز وجل أن يصدق القول والعمل والحال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. Cheikh nous parle la chance d'être guidé, de placer sa confiance en Allah. Il dit que beaucoup de nos problèmes trouvent leur cause du fait que beaucoup d'entre nous, quand ils sont pris par mauvaises choses, ils ne placent pas leur confiance, ils ne sont pas véridiques dans ce domaine de placer sa confiance à Allah. C'est un sujet très pertinent, très important. Et il a donné l'exemple de Surat al-Hashr, Surat al-Talaq, là où Dieu très haut dit, quiconque place sa confiance à Allah, Allah le suit. Donc il dit, quiconque a eu la chance d'être véridique dans sa foi, de placer sa confiance à Allah, Allah le suffit dans toutes les choses. Et il nous donne l'exemple aussi dans le même surah, quand le Très-Haut dit, quiconque craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. Et il le répète encore, il dit, quiconque place sa confiance à Allah, Allah le suffit. Et cette fois-ci, il répéta le nom d'Allah plusieurs fois. Pourquoi? Parce que pour nous dire que placer sa confiance, personne ne mérite cette confiance si ce n'est Allah, si ce n'est pas Allah. Et il a donné l'autre exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un conseil qu'il a prodigué au jeune Abdullah ibn Abbas, quand il dit, garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah, tu te trouveras devant toi. Si tu as une demande à formuler, fais-le auprès d'Allah. Si tu demandes secours auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunissait pour t'être utile, il te serait utile que par quelque chose Allah aurait déjà écrit à ta faveur. S'il se réunissait aussi pour te causer dommage, il te causerait dommage que par quelque chose Allah aurait déjà écrit à ton encontre. Donc voici un conseil donné à un jeune à peu près à peine 10 ans. Et ça, souvent nous aimerons répéter ça, que voici l'éducation, la vraie éducation qu'on doit prédiquer à nos enfants. C'est une éducation et très importante. Voici une éducation de base. Comme le dit ce jeune Jundub ibn Abdullah, que nous avons appris la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'apprendre le Coran. Voici la foi. Si l'enfant sait vraiment que tout vient d'Allah, tout ce qu'il cherche, il voulait atteindre, il ne peut l'atteindre que par l'aide d'Allah, et que s'il place sa confiance à Allah, Allah le suffit, et ça va vraiment l'aider, renforcer sa foi. Donc ce sujet est très pertinent, placer sa confiance à Allah. Beaucoup le prétendent de l'avoir, mais quand la réalité est la réalité dit tout autre, quand ils sont confrontés à des difficultés, tu trouveras vraiment qu'ils ne sont pas véridiques dans ce domaine. Aussi longtemps qu'on n'est pas véridique dans ce domaine, sache que ta foi est manquante. Quiconque arrive à avoir cette foi, il devrait savoir, alhamdoulilah, louer Allah, parce que Allah lui a accordé une grande chance, une grande faveur. Jazakallah khair.
السلام عليكم.